مشاهدينا، ولتسلط الضوء أكثر على استمرار معاناة النازحين والمهجرين وتفاقمها مع حلول فصل الشتاء وانعدام كل أشكال الدعم الحكومي لهم ومنع المهجرين من العودة إلى مناطقهم، تنضم إلينا من لندن عبر سكايب مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياكم الله دكتورة. مع كل فصل شتاء تتفاقم مأساة النازحين في المحافظات المنكوبة، في المقابل تقف الجهات الحكومية عاجزة عن توفير أبسط الخدمات الأساسية التي يحتاجونها في كل موسم، عوضا عن فصل الشتاء التي تكون فيها يعني أكثر من غذاء ودواء وخيام وغيرها. هل الحكومة عاجزة ماليا عن توفير المساعدات التي يحتاجها النازحون، أم هناك أسباب أخرى تحول دون تقديم المساعدة للنازحين الذين يعني لسبع ثمان سنوات يعانون بنفس المعاناة دون أي حل لهم؟ لا، بالتأكيد ليست للحكومة أي عجز مالي، خاصة وأن معروف أن ميزانية العراق منذ سنوات عديدة هي من أعلى الميزانيات في العالم، ميزانية مليارية. ولكن المشكلة في العراق أنه ليست لدينا حكومة وطنية لها قرار مستقل وتتمتع بكافة ما تمتلكه أي صلاحيات أي حكومة أخرى وطنية في العالم. العكس هو الصحيح، الحكومة في العراق هي حكومة تابعة لقرار أجنبي من أمريكا أو إيران. مفاصل الدولة تسيطر عليها ميليشيات تدين بالولاء إلى إيران، ومعروف أن عودة النازحين هو مرهون بقرار إيراني خالص. مناطق عديدة من محافظة ديالى، من نينوى، من شرف الصخر المعروف جيدا، أصبح الآن على مستوى العالمي بأن حتى الحكومة لا يستطيع أي وافد منها أن يصل إلى هذه المنطقة أو حتى مناطق في ديالى، محكوم عليهم بعدم العودة بقرار إيراني من أجل يعني إحداث التغيير الديموغرافي الذي تعمل عليه إيران منذ احتلال العراق عام 2003، وهو ليس فقط في هذه المناطق بل هو مستمر في الكثير من المدن في العراق ومنها مناطق حتى حول بغداد. دكتور، ايضا هنا يعني في ضمن الخبر الذي اخذناه تناولناه، نحو 400,000 نازح من ضمن النازحين الموجودين في العراق هم من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات وتمنعهم من العوده الى مناطقهم. الان النواب في البرلمان رجحوا عدم حل مثل هذا الملف في القريب العاجل، برايك هل هناك اسباب سياسيه طائفيه لعدم وجودهم، خصوصا انه رعد الدهلك يقول انه ليس من المؤمل ان يحل يعني ملف النزوح ولا ان تطبق بنود الاتفاق الذي وقع مع حكومه السوداني، منها قانون العفو العام، اخراج الحشود من المدن، الكشف عن مصير المغيبين، تعويض المتضررين، انهاء ملف المساءله والعداله، عوضا عن ارجاع النازحين. بالتالي كل هذه النقاط لم تنفذ، ما الذي تم توقيعه في الوثيقه قبيل تشكيل حكومه السودان اذا؟ لن ينفذ من اي من هذه البنود، ولن يتم يعني الوصول الى حل كل هذه المشاكل. هذه المشاكل وهذه القضايا تتطلب إرادة سياسية وتتطلب أشخاص مستقلين لديهم حس وطني لكي يعني يناصروا هذه القضايا ويعيدوا الحق إلى أهله، يرجعون النازحين إلى مكنهم أو يكشفون عن مصير المغيبين قسريا، يضربون بيد من حديد على الميليشيات التي الآن أصبحت مكاتبها الاقتصادية منتشرة في المدن التي شهدت عمليات عسكرية، الأنبار ونينوى وغيرها من المدن. هذه الميليشيات دخلت إلى هذه المناطق ولن تخرج منها بقرار إلا بقرار إيراني. هؤلاء النواب وتصريحاتهم لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس لديهم أي يعني أي قوة من أجل أن يساهموا في رفع الظلم عن أهالي هذه المناطق. هم يستغلون هذه القضايا فقط لمجرد الدعاية الانتخابية، مجرد كسب المناصب، المفاوضات مع الأطراف السياسية الأخرى لا أقل ولا طبعا لصالح مصالحهم الشخصية وليس لمصلحة المواطن العراقي. أما هذه القضايا فسوف تبقى معلقة
إلى ولا فقط هي مجرد استغلال من هذه الأحزاب ومن هذه الكتل ومن هذه الميليشيات فقط لأجل أن يكسبوا فيها بعض الأصوات إذا كانوا يستطيعون ذلك، ومن أجل السيطرة استمرار سيطرتهم على هذه المناطق، ولا وجود لأي قرار وطني في العراق نعم، في شكرا لك. هذا الوقت وعلى المدى المنظور من أجل حل هذه القضايا. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.